هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح بعدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن رياضه معروفه لكتير مننا بالاسم بس. وليه بقول بالاسم بس؟ لاننا كلنا نعرف اسمها بس ما نعرفش معلومات عنها، مع ان رياضه النهارده منتشره بره مصر انتشار رهيب، وناس كتيره جدا عارفاها وناس كتيره جدا بتمارسها. لكن في مصر الموضوع مختلف شويه، مع ان احنا عندنا في مصر ملعب من اقدم ملاعب رياضه النهارده. النهارده هنعمل السبوت بتاعنا عن الجولف. رياضة الجولف من الرياضات اللي بتتلعب في الأماكن المفتوحة، وخاصة الأماكن الخضراء زي ما انتوا شايفين، ودي بصراحة ميزة حلوة جدا في الرياضة دي. ملعب الجولف ممكن مساحته تبقى من 3 ل 9 كيلو، ممكن يزيدوا، والملعب يبقى فيه من 9 ل 18 حفرة برضو، وحاجات كتيرة جدا لسه هنعرفها مع بعض في حلقتنا النهاردة. خليكم مكملين معنا. لو هنتكلم عن الملعب اللي احنا فيه النهارده، احنا على ملعب نادي الجزيرة. الملعب ده بيعتبر من أقدم النوادي أو من أقدم الملاعب في رياضة الجولف. يمكن الجولف ابتدى في مصر مع أيام الاحتلال الإنجليزي وبدأ ينتشر من بعد كده، بس في الوقت ده كان بيقتصر على الإنجليز والأجانب وأسرة محمد علي باشا اللي أعجبوا جدا بالرياضة دي. مصر فيها 20 ملعب جولف. اول ملعب فيهم كان ملعب المينا هاوس، وكان معمول بسبب السياحه او بغرض السياحه. وعلى فكره من الشخصيات المؤثره جدا في تاريخ الجولف كان النبيل عباس حليم، وهو من الشخصيات المصريه اللي اثرت جدا في تاريخ الجولف في مصر. طبعا ما كانش ينفع ابقى في اقدم نادي لجولف في مصر وابقى موجود في الملعب ده اللي هو يعتبر من اقدم ملاعب الجولف في مصر وما جربش العب جولف، لان بصراحه الموضوع شكله ممتع جدا. والممتع اكتر اللي انا معايا حد خبرته كبيره جدا، مستر وائل عابد. زي حضرتك؟ اهلا بيك. ازيك يا عم؟ لسه بنقول ان حضرتك ليك فتره كبيره جدا في الجولف، ويعني
انا بقى يعني انا ما ابتديتش صغير الحقيقه، لكن ابتديت كان عندي حوالي 20 سنه، فانا بقى لي 30 سنه بلعب جولف. ما شاء الله هايل. يعني فتره كبيره في الجولف اكيد مريت بيها في حاجات كتيره جدا، واخدت اساسيات اللعبه وازاي بتتلعب، ودخلت في ليفلز تاني. وتهيألي قبل ما كنا بنتكلم من حضرتك كمان بتسافر وبتحضر ماتشات وبتتفرج يعني في حدود الامكان، يعني الواحد بيشارك في البطولات اللي بتتعمل في النادي. لكن اساسا انا ابتديت هنا، يعني كان عندي زي ما بقول لك 20 سنه. هو يستحسن طبعا لعبه زي دي انها تتلعب من الصغر، على اساس ان بتحتاج مهارات معينه، وبتحتاج ان الجسم الواحد يكون مرن ان هو ياخد الحركه الصحيحه للعبه. فيستحسن طبعا الاولاد يبتدوا من سن مثلا 6 أو 7 سنين، يبتدي يمسك المضرب ويبتدي يقف مع حد محترف ان هو يعلمه ازاي يضرب الضربه بالشكل السليم. ومع مرور بقى الوقت والتمرين الكتير على سن 19 20 سنه بيبقى لعيب كويس زي ابطال العالم. دلوقتي هتلاقي ابطال العالم اللي ما حدش بيقدر يحصلهم خالص وعاملين نتائج هائله 22 سنه 24 سنه. الخبره طبعا بتزيد مع العمر، لكن برضو اللعبه دي كل ما يكون الواحد صغير فيها كل ما بيكون الضربه بتاعته اقوى، التركيز بتاعه ممكن يكون اكتر وهكذا يعني. فلكل سن زي ما بتقول ميزته. الميزه بقى في السن الكبير ان انت بقى بتحفظ كل المواقف المختلفه، فبالتالي انت بتجمع خبرات فبتلاقي حلول. لان لعبه الجولف هي عباره عن ان انت بتحاول توصل لنتيجه معينه، والملعب بيبقى مصمم بحيث ان يكون فيه عقبات كتيره تمنعك من ان انت تحقق الهدف بتاعك. فانت طول ما انت موجود في الملعب انت في تحدي، ازاي ان انا هتنقل من النقطه دي للنقطه اللي بعديها واكمل. فمع مرور الوقت بتكتسب خبره، وده اللي انا يعني قدرت ان انا المه شويه من سن 20 لغايه 50. دلوقتي 30 سنه دول اتعلمت فيهم حاجات كتير، ولسه بنتعلم ولسه بنجرب، ولسه في ايام بتبقى حلوه وفي ايام بتبقى صعبه. يعني مش كل اللي بتحاول تعمله هتقدر تعمله، وده اللي هنشوفه دلوقتي. تعالى نطلع نجرب في الستارت بوينت اهو. تعالى نحاول لسه نشوف. كنت بقول ان انا عندي فضول ان انا اجرب، ومش هلاقي حد افضل من حضرتك اللي انا اجرب ابتدي معايا واجرب. الله يخليك. لا ما انت برضو لسه شباب، واعتقد ان انت ممكن برضو ان انت لو وقتك يسمح ان انت تحاول ان انت تقف مع ممرن. انا ما اقدرش امرنك لان انا برضو يعني انا مجرد لاعب، لكن التمرين ده له اساسياته وله ناسه. فانصحك بقى ان انت تجرب. لكن احنا النهارده يعني حاول ناخد بريف تسهيلا للناس اللي بتشاهد البرنامج ده. هنحاول ان احنا نبسط فكره الجولف كده، ونشوف ان الناس فاكره ان الجولف ده مجرد انه لعبه للاغنياء ومش عارف ايه. لا، مبين ان هي لعبه اي حد ممكن يلعبها، وما هيش لعبه للكبار، لا هي لعبه في كل سن ممكن تلعبها. وهنحاول ان احنا نبين شويه الانواع الضربات المختلفه والتحديات اللي بتواجه لعبه الجولف، ونحاول نقول للناس هي ليه ممتعه، وان احنا ليه لازم نحافظ عليها، وايه الملاعب اللي موجوده عندنا، وطبيعه الملعب، ومين المساعد بتاع اللاعب، وهكذا. فتعالى بس نبتدي لان الموضوع لسه كبير. هايل. طب احنا في الستارت بوينت اول حاجه هنعملها ايه دلوقتي؟ اول حاجه يا سيدي ان احنا نكون مسخنين كويس علشان الجسم كده العضلات بتاعته كلها تبقى جاهزه. وبعدين بناخد الكارت. استاذنك في كارت استاذ خالد. الكارت ده ما تقدرش تطلع من غيره، لان هو بيشرح لك الملعب ده. انت بتلعب المفروض هنا في النادي، احنا حافظين النادي بتاعنا، لكن عموما لو بتلعب في اماكن مختلفه لكل ملعب مواصفاته ومسافاته والمعدلات اللعب اللي انت لازم تلتزم بيها علشان تحقق النتيجه بتاعه الملعب ده. فكل ملعب له التقسيمه بتاعته. هو اي ملعب بيبقى مكون من 18 شوط. هنا بيسموهم حفره، يعني بحيث ان في النهايه بتاعت كل شوط انت تحاول تخلي الكوره تقع في الحفره. فال 18 دول لكل شوط منهم معدل ضربات. يا اما الشوط الاول 3 ضربات، الشوط الثاني 5 ضربات. انت بتحاول تحقق اقل معدل الضربات، لكن لو زودت عن 3 يعتبر ان انت بتخسر. فانت لازم تعمل يا اما 2 يا اما 3. طبعا واحد دي لو ضربت الكوره من هنا لاخر الدنيا ونزلت دي يعني بتحصل، لكن يعني نادرا جدا، وعمرها ما حصلت لي الحقيقه في 30 سنه، انما شفتها بتحصل قدامي كذا مره. فاحنا هنبتدي، احنا واقفين دلوقتي على الحفره نمره واحد او الشوط نمره واحد اللي هو بالانجليزي، هي لعبه انجليزي، فالترمز اللي احنا هنتكلم بيها هنحاول ان احنا نترجمها، لكن في بعض المصطلحات هنوضحها للمشاهد لان ملهاش ترجمه عندنا، لكن هنحاول ان احنا نشرح فكرتها. فمبدئيا اخذنا الكارت بنكتب فيه الاسم تمام والتاريخ، ولو كانت مسابقه بنكتب اسم المسابقه، وبتكتب انت اللعب بتاعك، انت تقديرك كام في اللعب. انا التقدير بتاعي 9، وهشرح لك يعني ايه 9
في وقت تاني. 9 يعتبر كويس يعني. لكن انت يعني ممكن توصل من 0 لحد 24. تمام. بتبتدي ب 24 تنزل ل 18، وبعد من 18 الدنيا بتبتدي بقى تبقى صعبه بقى عشان توصل لمعدل من 18 ل 9، ان انت تقلل الضربات اللي بتفقدها في الملعب. دي بقى بتاخد سنين وهكذا. ف 9 يعتبر معقول، فانت معاك لاعب متوسط، مش هنقول ان انا لاعب كويس، انا واخد بطولات وكل حاجه، لكن طبعا في فرق بين لاعب 9 ولاعب الهانديكاب او الضربات اللي بياخدها كنوع من الضربات الاضافيه ليه، لانه الارض اقوى منه، بتقل لغايه زيرو، فهو مش محتاج. فالزيرو ده اللي هو مش محتاج خالص، مش هيضيع ولا كوره. فتعال نشوف بقى انت هتعرف تضيع كوره ولا مش هتعرف تضيع كوره. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي احنا ستارت بوينت، ملينا الكارت، ملينا كارت، وهنبتدي. اول حاجه بقى ايه المفروض انا او اي حد هيتفرج على الجولف دلوقتي يعرفها؟ هو اول حاجه انت زي ما بقولك انه هو الـ 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 الماتش كله او الجيم كله مقسم ل 18 شوط. احنا واقفين في الشوط الاول. الشوط الاول ده اللي هو نمره واحد. نمره واحد معدل الضربات فيه 3 ضربات من وقت ما تبتدي من الستارت بوينت اللي هنا اللي متعلم بالعلامات الصفراء دي. عاوزين نروح عند الرايه اللي موجوده هناك الصفراء اللي هي واقفه في الحفره، نحاول ان احنا نوصل ليها وننزل فيها الكوره ونبقى عملنا اللي علينا باقل عدد من الضربات ممكنه. تمام. فدلوقتي هنبتدي نحسب. طيب دلوقتي انا المسافه من هنا لهناك وليكن مثلا تكون 120 ياردة. في معانا عصيان مختلفه او مضارب مختلفه في الشنطه. تمام. بتقرر انت هتختار اي مضرب اللي يحقق المسافه من هنا لل 120 او 125 ياردة. بناء عليها ان عندك المضارب دي من 1 ل 9. الاختلاف بيبقى في شكل الوش بتاع المضرب. كل ما الوش بتاع المضرب كان مقفول يعني دغري كده، كل ما بتضرب الكره لمسافه ابعد واطيه. تمام. كل ما انت محتاج ان انت تضرب مسافه قصيره، فانت بتحاول تعلي الكره لفوق وتنزلها، فبتاخد عصايه مفتوحه. احنا في الحاله بتاعتنا ال 120 ياردة دي من المضارب اللي موجوده انسب حاجه يا اما تاخد رقم 9 حديد، يا اما تاخد مضرب اسمه البيتشنج ويدج. تمام. فهديني عم سعيد البيتشنج ويدج. سعيد هو المساعد بتاع معايا في اللفه دي. سعيد. ولكل لاعب لازم يكون معاه مساعد حافظ لعبه، حافظ طريقه لعبه، حافظ قوته، حافظ كل مضرب من دول اللاعب ده بيضرب بيه مسافه قد ايه. تمام. وبعد كده لما نوصل للجرين اللي هناك اللي عند الحفره بيبقى ليه شغل تاني بنتفاهم ونتشاور فيه علشان نشوف ازاي ان احنا هنتعامل مع طبيعه الارض اللي هناك. ان انت لما بتوصل لهناك بتاخد مضرب تاني خالص وبتحاول ان انت تضرب بيها الكوره ان انت تسقطها في الحفره. هنشوف هناك على الجرين انه الموضوع مش سهل بالشكل ده، وهيشرحه لنا عم سعيد هناك. فتعالى بس نضرب، انا ضربه وانت تحاول تضرب ضربه. طبعا الواحد اول ما بيقف بيحاول ياخد اتجاه بيشوف لو في هواء ولا ما فيش هواء، لان الهواء ده بيأثر من 10 من يعني في حدود ال 10 ياردة سواء ضد او مع. تمام. فاحنا عندنا ال 120 ياردة دول بالبيتشنج ويدج هنحاول نعملهم بهذا الشكل. انا عايزك بقى تجرب ان انت تحاول تعمل الضربه دي باقل قدر ممكن من العنف. بمنتهى البساطه كده اديني كوره لو سمحت يا استاذ سعيد. وبدايه اي لعيب ان انت بتتعلم ان انت ازاي تمسك المضرب وازاي تقف على الكوره. فانت بتحاول ان انت اسهل حاجه ان انت اعتبره مضرب بيسبول. دي اسهل ماسكه. تخلي اليمين تحت، لان اليمين دي هي اللي بتضرب بيها. بس تقف بحيث انه حط المضرب ما تنشفش يعني. سموز خالص. بتشغل المضرب بس. تمام. بس اهم حاجه انك هنا ما يفكش. تمام. المفروض بقى ان انا اضرب جامد يعني ولا هضرب بالراحه؟ انت اللي هتعمله ان انت اولا هتفتح رجليك سنه بحيث ان الكوره تبقى في نص بين رجليك الاثنين. تمام. افتحهم شويه، لان كل ما بتفتح رجليك كل ما بتبقى عندك
ثبات اكتر، ما تروحش يمين وشمال او ان انت تقع لورا او كده. تمام. بعد كده هتحاول تخلي ايدك الشمال دي كلها مفروده. ليه بقى؟ لان انت لو طلعت بيها مفروده كده هتنزل بيها مفروده في نفس الـ 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 المسافه ونفس الاتجاه، فبالتالي هتيجي في الكوره. لو عملت اي حركه غير كده او حركت كتفك غير كده المضرب عمره ما يجي في الكوره. فحاول انت، هندي لك كام كوره تحاول ان انت تضربهم. برافو. احنا دلوقتي هنروح على الكره وكان ما هدفناه، بس واحنا رايحين كده انا عايز اعرف الايكويبمنتس بتاعت الجولف ايه. يعني اللي عايز يلعب جولف دلوقتي ايه الايكويبمنتس بتاعته؟ والله هو عموما الايكويبمنت بتاعت الجولف هي عباره عن الشنطه اللي بيتحط فيها المضارب المختلفه اللي انا حاولت اشرح لحضرتك. كل واحد له استخدام. اللبس اي لبس، يعني اي حاجه مناسبه للرياضه. الجزمة يستحسن ان هي تبقى جزمة بيبقى فيها من تحت زي جزم الكورة كده اللي بيسموها الستادز، بحيث ان هي تثبت تثبتك في الارض. تمام. والجوانتي عشان ما تتزحلقش العصاية من ايدك، وطبعا الكور. وبيبقى معاك حاجة بيسموها التي اللي هي بتحط عليها الكورة في ضربة البداية. تمام. على اساس ان هي بيديلك نوع من الميزات ان انت اول ضربة دي بتبقى مش على الارض، فسهل ان انت تضربها. يعني انت شفت مدى الصعوبة ان انت تضرب الكورة، فتخيل تضربها من على الارض وهي مش عالية كمان. فده التي ده برضو من الادوات بتاعت اللعبة، بس مش محتاجة اكتر من كده. يلا بينا بقى نكمل. نكمل. انت يلا. كورتك هنا هتقف عندها وانا كورتي هناك. الابعد يلعب الاول. الابعد يلعب الاول. حتى لو هو لسه لاعب دلوقتي. يعني في الشوط اللي قبل اللي ابعد من الحفره هو اللي يلعب الاول. ده من قوانين اللعبه، وفي قوانين كتيره جدا هنحاول ندردش فيها واحنا ماشيين. طيب دلوقتي احنا وصلنا بالمضرب اللي زي ده. هنخش دلوقتي بنلعب من هنا، ما ينفعش نلعب بالمضرب ده، لازم نلعب بما يعرف بالباتر اللي هو مضرب. هات يا عم سعيد المضرب اللي هو ابسط شكل للمضرب خالص. عباره عن حته حديده دغري، لان انت محتاج ان انت زي مش تكنس الكوره بس تلعبها من على وش الارض، مش محتاج لا تعليها ولا حاجه، بس اهم حاجه ان انت تحطها في الاتجاه السليم. تمام. بالقوه السليمه. تمام. اللي بيساعدك على كده واحد زي عم سعيد. تمام. وكل ما اللي هو بيسموه الكادي، يعني كل ما الكادي يكون بقاله فتره في الملعب كل ما يقدر يساعدك اكثر ان هو حافظ الارض اكتر. تمام. وهكذا. هايل. طيب يلا بينا نروح بقى على الكوره. انا هروح لكورتي. انا كورتي هنا الابعد. انا ممكن اجي مع حضرتك اتفرج الاول؟ اتفضل. اشوف حضرتك هتلعبها ازاي. اتفضل. وناخد شويه اكسبيرينس وخبره منك برضو. هو مبدئيا في الحاله دي انت مش محتاج الجوانتي، اللي مش هتضرب الكوره جامد. فبالتالي العصايه مش هتلف من ايدك، فمش محتاج فكره الجوانتي ده. فبتفكه او بتقلعه وبتحاول تمسك العصايه بايدك على الجريب بتاعها، بحيث ان يبقى عندك الاحساس بكل حركه، لان هي الجولف ده نتكلم فيه مليمترات. مليمترات ان الكوره تطلع الضربه بتاعتها صح وتنزل في الحفره. يتعدي يا دوب من جنب الحفره. فاحنا عندنا احنا تقريبا هنا في حدود مثلا 8 متر. بيقف الكادي عند الرايه، لان مش مسموح لو انا موجود هنا على الجرين ان الرايه تكون محطوطه، لكن هو بيحطها لي كعلامه، ولما الكوره تروح عنده بيشيل الراية. لو نزلت الكورة في الحفرة والراية موجودة ما تتحسب ليش. فهو مبدئيا كان قال لي انه دي بيشاور لي اهو ان انا لازم العبها شمال الحفرة شوية. عشان يعني الميلان بتاع علشان الأرض. الميلان هنا شايف فيه هنا حتة كده عالية. الكورة هتنزل تجري شوية وتلف يمين. فانا لازم العب شمال شوية بهذا الشكل. طبعا هنا دي بقى أكتر حاجة فيها تركيز في اللعبة. وأبطال اللعبة اللي بنشوفهم على التلفزيون بيكسبوا بطولة العالم ممكن زي ما بيقولوا يجلي ضربة زي دي على متر. أنا كده ما قدرتش إن أنا أحقق معدل اقل من المفروض، انما خلاص بقت العمليه سهله جدا. ان انت لو تيجي تتابعني هنا انا مجرد ان انا يا دوب انا واقف حوالي
10 سنتي من الحفره اللي المفروض ان انا من وقت البدايه اوقع الكوره فيها في الضربه الثالثه، فبقت الضربه الثالثه بتاعتي سهله. تمام، انا كده خالص مع الارض، لا الارض غلبتني ولا انا غلبت الارض، انا لعبت بالمعدل الطبيعي بس كده. انت بقى هتحاول من عندك هناك تنعمل زي اللي انا عملته. تمام، نشوف هتعرف تعملها في ضربتين يبقى كويس. حتى ثلاثة كواحد مبتدئ يعتبر برضو كويس. طيب هايل، خلينا نروح عند الكوره بتاعتنا. كانت حلوه البطه دي. مش كانت تنزل؟ مش كانت نزلت؟ هو باصص على عم سعيد اهو عشان ايه؟ وهو عم سعيد ادالك النشان اللي انت تنشن عليه اللي هو حوالي 10 سنتي يمين الحفره. جامده طبعا، ضربتها جامده. هي الفكره قوي. بقى الاحساس عامل زي اللي بيطبخ، فاللي بيطبخ لو زود سنه ملح الطبخه بتبوظ. فعايزه احساس السنس فيها عالي جدا اللعبه دي. الواحد فعلا لا الإحساس. هقول لحضرتك حاجه، يعني حاول دي، شوف هنا انت هنا على بعد متر، حاول ان انت تضرب دي برضو، ودي غالبا بتبقى اصعب من البعيده. انا اللي فاهمه من كلام حضرتك لغايه دلوقتي ان احنا كل ما بنقرب على الحفره ان الموضوع ممكن يبقى اصعب شويه. بيبدا يبقى اصعب شويه. وبالذات ان انت خلاص انت دلوقتي ما عندكش غير ان انت، ولنفرض مثلا ان انت ما ضربتش اللي فاتت دي جامده، لا ضربتها قصيره فجت وقفت متر، فانت لازم تنزل دي والا الارض هتغلبك. صح كده، حاول تاني. اهي دي بقى ممكن تخسر واحد الجايزه الكبرى، لان الفرق ما بين نمره واحد في البطولات العالميه ونمره 20 في اربع لفات، كل لفه فيها 70 ضربه، يعني بتتكلم في 280 ضربه. الفرق بينهم بين الاول وال20 ممكن يكون ضربتين بس، فتخيل انت جليت دي ففقدت بقى، يعني انا اعرف اكسب فرق كبير جدا. صح. بين الاول وال20. الاول مثلا في الجوائز اللي بره اللي ليها سبونسرز كبار جدا، تلاقي مثلا مش عايزين نقول اسامي يعني براندز يعني، لكن انت الجائزه دي ممكن توصل ل 4 5 مليون دولار. فانت بتتكلم في الضربه دي ممكن تكلفك 2 مليون دولار. اللي هو بيبقى من الاول ده في البطولات العالميه يعني. ف برافو. فهنعتبر ان انت كده عملت اربعه، فاربعه معنى كده ان انت الارض كسبانه منك ضربه، انت لازم تحاول تعوضها بقى في الشوط اللي بعديه اللي هو نمره اثنين. فهنيجي هنا، انت حضرتك على سبيل المثال في نمره واحد انا عملت ثلاثه وانت عملت نقول اربعه، الشوط اللي جاي معدل الضربات بتاعته خمسه، بس المسافه ابعد، بدل ما كنا 120 يارده داخلين بقى في 500 يارده. وبما ان المساحه زادت فعدد الضربات بيزيد معاك، بيمصرح لك بخمس ضربات. بس تمام، فننتقل بقى من هنا ونروح نخش في الملعب. ملعب الجزيره ده كان 18 حفره، وكان بيتلعب عليه زمان بطوله اسمها بطوله مصر الدوليه للجولف، زي بطوله التنس اللي كانت بتتلعب برضه في نادي الجزيره. دي بتتلعب حضرتك من سنه 1903، والكاس بتاعها اللي هنشوفه بعد كده يعني. نادي الجزيره تاريخ كبير، يعني هو اول نادي في افريقيا والشرق الاوسط يتعامل بفكره ان يبقى فيه مكان تمارس فيه رياضات مختلفه. ابتدى بالفروسيه، احنا هنعدي تراك بتاع سبق الخيل دلوقتي اللي بيلف حوالين النادي وفي وسطيه ملعب الجولف. طيب تعالى نتفرج على الحدوته دي.